رقابة مستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي. والخبر ده مشاهدينا الكرام مهم جدا لأن الخبر فيه مجموعة من التفاصيل طبعا هنستوقف عندها وهنوضحها. الخبر بيقول كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد عماد سالم القائم بأعمال رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بإلغاء الإعلان الخاص بالترقيات على مستوى فروع البنك الرئيسي فقط وتشكيل لجنة محايدة لمنح جميع العاملين بفروع البنك فرص التعيين في هذه الوظائف. كما كلف سيادته بإعطاء كل موظفي البنك جميع مستحقاتهم. جاء ذلك بعد اجتماع الوزير مع أعضاء النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي. الاجتماع ده كان امبارح مشاهدينا الكرام. معنا دلوقتي على تليفون أستاذ خالد الليثي عضو النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي. برحب بحضرتك أستاذ خالد. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. يا اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. طبعا لدينا نقطة عايزين الاول نفهمها وبعد كده بقى هنتكلم في باقي الامور. عندنا الخبر اللي بيقول طبعا الغاء الاعلان الخاص بالترقيات على مستوى فروع البنك الرئيسي فقط وتشكيل لجنة محايدة لمنح جميع العاملين بفروع البنك فرص التعيين في هذه الوظائف. ده يعني ايه يا فندم؟ يعني هيحصل ايه بالضبط بالتفصيل وايه سبب اجراء هذا القرار او يعني هذا التصرف؟ في الاول انا بشكر معالي الوزير الدكتور ايمن ابو حديد على سعه صدره واستجابته السريعه للحاجات اللي بتبقى فيها مخالفات جوه البنك. هو حضرتك ملخص الموضوع ان صدر يوم 17/12 اعلان من البنك الرئيسي للتنميه والائتمان الزراعي عن طلب داخلي بيقول فيها ان يسمح للتقديم على الموظفين داخل مقر البنك الرئيسي فقط لوظائف عباره عن 95 وظيفه لمدير اداره وحوالي 16 وظيفه لمدير عام. والكلام ده بيحيد بمبدا المساواه بين العاملين وبعضهم بعض ويميز فئه عن فئه. والقانون نفسه لغى الكلام دوت وده زي تفرقه عنصريه بيفرق بين الموظفين وبيشيع بينهم روح الكراهيه والحقد والكلام ده اكيد في مش مصلحه البنك. نعم. طيب استاذ خالد في تعقيب حاجه عايز تكمل يا فندم في حاجه؟ لا مع حضرتك طيب فضل. ماشي يا فندم اوكي. طيب دلوقتي هناك يعني في سمعنا كده ان في ناس من العاملين في البنك او ناس من المتضررين من هذا الاجراء اخذوا تقريبا تصريح باجراء حاله من التظاهر يوم 5/1. انت عندكم علم بهذا الموضوع ولا ما عندكمش اخبار عن ده؟ لا يا فندم عندنا علم طبعا باخبار زي كده. هو طبعا المشكله اللي كان حصل في وقت الدكتور ايمن في سنه 2011 ان كان في بعض مطالب العاملين والدكتور ايمن مشكورا ان هو بيستجيب بسرعه لكل المطالب بتاعه الناس. في سنه 2011 تعرف حضرتك كانت الضغوط كتير على الموظفين وكانوا ممنوعين من العلاوات والترقيات وكل مستحقاتهم واللي ضم مده الجيش ممنوع ان هي تنضم، اللي واخد مؤهل اثناء الخدمه ما بتنضمش، في تمييز بين الناس وبعضيها. فلما طلع في 2011 وقت ما كان موجود دكتور ايمن طبعا الكلام ما عجبوش وطلع قرار بمنح العاملين 12 ميزه كان من ضمنها العوائد الناس تاخدها في وقتها. اصدرت حركه ترقيات سريعه ودي حصلت في الوقت ده في 2011 على ان هي تتم كل يعني هي تتم مستمره. كل المستحقات كانت عباره عن 12 بند لان الاداره اللي موجوده بتاعت البنك في الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه منعت العاملين ان هي تاخد حقوقها. يعني النهارده ترقيات من سنه 2011 لغايه النهارده ما فيش حد اترقى خالص. واقفه الحركه. الناس تعرف حضرتك الاداره بتبقى مستويات لما تيجي الناس تطلع معاشات بيحصل فراغ وظيفي بين كل درجه والثانيه. نعم. للاسف الشديد ده ما بيتمليش فاصبح الموضوع النهارده النظام ماشي جوه البنك بنظام يعني بيبقى على المزاج. انا النهارده راضي عن فلان بصرف النظر عن مدى كفاءته او عدمها بيتصعد. فالكلام ده طبعا ما بيرضيش الناس اللي هي عندها افكار وعايزه تطلع لقدام بالبنك. تبص تلاقي لما انت بتعيني حد مش قادر يستوعب التطور اللي موجود في السوق والتطور اللي موجود في العلم فبالتالي بيعبر عن اللي بعد منه ما بيرضاش ان ده يبقى احسن منه. ده هيدي فكر. فاحنا بنوصل في الاخر ان احنا مش عارفين نطلع لقدام. اولا اللي بقى القائد بتاع الحاجه دي هو مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي بره فمتجمد وفي نفس الوقت خايف ان هو يصعب حد جنب منه فبتقف الدنيا عند نقطه معينه.
طب فده استاذ الواحد ما خالد، يقدرش. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. يعني حضرتك قلت نقطه مهمه قوي، ان اللي بيبقى عنده افكار ما بيبقاش عنده فرصه ان هو يطبقها او ان هو يعرضها. طيب ايوه تمام. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان مش بس النقطه دي هي اللي يعني مثلا النظام السائد ده اللي هو طبعا هيتم تغييره من خلال هذا القرار، لا في نقطه تانية. هو ان لو انا عندي فكره وعايز اقدمها لمثلا لحد مثلا عشان يعني ما ينسبش المدير المباشر، ما ينسبهاش لنفسه، ما اقدرش اقابل مثلا رئيس البنك، لا بمر على مراحل كتيره جدا. وممكن على فكره موظف البنك البسيط تجيله حاله من الاحباط، ما يعرفش يوصل يعني فكرته ده لاي حد. فانا عايزه، انا محتاجه ان نبتكر اليه معينه ان احنا بالفعل نستمع لكل موظفين البنك. حضرتك شوف، ممكن تبقى زي صندوق مثلا، صندوق للابتكارات او لمثلا الافكار الجديده، مش عارفه ده ممكن يتعمل ازاي، بس هل ده مطبق عندكم؟ يعني انتوا بتنظروا لهذه النقطه ولا ايه؟ والله حضرتك اللي بيحاول يبتكر جهه الاداره اللي موجوده الحاليه بتبقى ضده. يعني انا اقول لحضرتك، يعني انا ما هو ده اللي انا بقول عليه يا فندم. كحاله من الحالات، انا خبير تقييم عقاري مسجل في هيئه الرقابه الماليه، وده سجل من سجلات الدوله، مسجل كخبير موجود. نعم. تيجي حضرتك مثلا البنك بيجي النهارده جاي قايم الاصول بتاعته، بدل ما يستعين بالناس اللي موجوده جوه البنك، على الرغم ان البنك هو اللي مدربهم ومؤهلهم، لا احنا نجيب من بره ايوه ومقرب البنك مبالغ، والمبالغ دي بتوصل في بعض المعاينات وصل فيها التكلفه على البنك في المعاينه الواحده 6000 جنيه. فتخيل حضرتك لما تيجي تقيم كل الاصول اللي موجوده هتدفعي ملايين، تيجي انت تهربي تقول لا الكلام ده بيغرم، تبص تلاقي لا قلموا عليكي، ده ايه الكلام ده، احنا مش عايزين نوفر، انت مالكش دعوه بالموضوع، احنا نغرم البنك زي ما احنا ما عايزين. طب انت هتشتكي مين لمين؟ تروحي لرئيس البنك، تلاقي رئيس البنك عمال بيطلع مواضيع ما انزل الله من سلطان. نعم. النهارده احنا بنقول عايزين نوصل البنك ده لبر الامان ونطلع بيه لقدام، فده مش هيتحقق في ظل وجود اداره كل همها ان هي تحافظ على مكاسب هي واخداها مظبوط، وتدوس على العاملين، مش عايزه تطلع حد من العاملين. اصحاب الفكر لا، نحاربهم ونقف ضدهم ونتكلم عليهم كلام يعني حتى بيبقى حرام. هو الحقيقه زي ما بيحصل مع الاسف في اي مؤسسه في مصر، يعني مش البنك فقط. طب انا عندي نقطه اخيره استاذ خالد، يعني ما يخص جميع مستحقات العاملين في البنك، هل فيها جديد؟ الحجره دي اتحركت ولا اي حاجه؟ والله حضرتك هو معالي الوزير لما كنا معاه امبارح مشكورا اصدر اول حاجه بايقاف الاعلان، وان احنا كنا نتمنى ان الاعلان كان ان هو يسمح بيه لكل الناس، مش ان الاعلان يقف. الحاجة اللي بعد كده المطالب بتاعت الناس هي مطالب، يعني مش مطالب جديدة، دي مطالب موجودة وتوافق بيها بالفعل، وسيادة الوزير هو اللي مصرح بيها وموافق عليها، إلا إن إدارة البنك واقفة ورا كل حاجة. يعني النهاردة زي ما بقول لحضرتك اللي حصل على مؤهل، لا مش هنصرفه، مش هنعدل لك، مش هنساوي حالتك، التجنيد نفس الوقت الدنيا واقفة، العلاوة اللي المفروض الناس كلها خدتها في شهر واحد اللي فات لغاية النهاردة احنا في شهر 12 الموظفين البنك ما خدوهاش. الفرص ما خدناش لغاية دلوقتي، وقفنا على اعتماد الميزانية بتاعت البنك اللي احنا مش عارفين هتعتمد امتى. هرجع معايا العمومية، المفروض كل البنوك اللي موجودة في مصر وخارج مصر قفلت الميزانية بتاعتها. العموم هو اللي طبعا كان اللي كان ممكن يفيدنا طبعا ويقول لنا الامور دي هتبقى ايه اللي هيتحرك فيها، المهندس عماد سالم القائم باعمال لرئيس بنك التنميه والائتمان الزراعي، ولكن مع الاسف احنا بنحاول نتصل بيه لكن تليفونه مغلق، يعني مع الاسف. على العموم بشكرك استاذ خالد الليسي عضو النقابه المستقله لبنك التنميه والائتمان الزراعي، شكرا يا فندم لحضرتك.